بخصوص نفس المباراة ديت اللي كانت بين أمريكا وبين ويلز، قال جاريث بيل قائد منتخب ويلز إن هو كان بيتمنى إنه يحقق الفوز على أمريكا في المباراة اللي انتهت بالتعادل الإيجابي بينهم في كأس العالم. وقال جاريث بيل إن هو كان بيركز كويس قوي على المباراة ديت، والشوط الأول ما كانش شوط جيد، لكن في الشوط الثاني المنتخب ويلز أجرى بعض التغييرات والأمور اتعدلت للأفضل في الشوط الثاني. كمان قال إن هم قاتلوا بشكل جيد واستطاعوا العودة والتعادل، وكنا نقترب من تحقيق الفوز. طبعا كمل كلام جاريث بيل، كمل كلام وقال ان هم كانوا يجب ان نعيد تنظيم الفريق داخل الملعب من اجل تسجيل التعادل، وبعد كده فعلنا ذلك وظهرنا بالوجه الاخر. كمان قال ان هو بيصر دائما ان هو يسدد ركلات الجزاء، وشعور رائع ان هو يسجل في كاس العالم، لكنني كنت اريد الفوز بالنقاط الثلاثه.